يعني طب انا عايز اتعلق لي كده على يعني معلش سريعا يعني كده ايه انا مش فاهم يعني انت ايه؟ طب انت هبدا بصفوة شريف لا بص صفوة شريف كان ابن نظام مخلص جدا وواحد من اللي ليهم نظريات في اخضاع الاعلام. وعايز اقول لك على حاجه، صفوة شريف يظل معلق في رقبته انه ضيع سمعه الاعلاميين والصحفيين، لانه في قانون 95 سنه 95 بتاع الصحافه ده اللي الصحفيين رفضوه. فهم كانوا عاملين وكانوا مغلظين العقوبات، وتم يعني الصحفيين عملوا 96 لسنه 96. صفوة شريف بعدها اقسم انه بص اي قيمه وكرامه للصحفيين هيضيعها. عمل ايه؟ فتح التراخيص بتاعه الصحف القبرصيه. مع احترامي لكل المهن. فانت كان رئيس تحرير بتاع محاره وهوجي وبتاع، ودخلوا الناس دول، شفنا ناس كتير من كده ايوه في الفتره دي. هو الراجل قال لك انتوا عاملين فيها يعني ناس بهوات حريه الراي والتعبير، طب يلا ادي الصحافه. فبقت الصوره دي هي اللي عند المجتمع انه الصحفيين مبتذين وكذابين وبتاع ومش طيب مصطفى في ايه؟ لا الدكتور مصطفى جه في الكتاب لانه شاهد معانا في قضيه شيخ الازهر. طيب وبعدين عايز اقول لك حاجه بالمناسبه يعني بص مصطفى الفقي انا بعتبره وهو كذلك يعني بدلني الاحساس ده يعني انه هذا الرجل ليه افضال كتيره الحقيقه اذكره بالخير. ومصطفى الفقي لم يكتشف حتى الان، شوف رغم انه اتكلم كتير جدا لم يكتشف حتى الان؟ لا بص اتكلم كتير جدا وكتب كتير جدا وهو طرف في احداث كثيره جدا، لكن هذا الرجل لم يكتشف حتى الان. يعني تعرف اقول لك مثلا مصطفى الفقي كنا بنعمل مع بعض برنامج بتاع سنوات الفرص الضائعه، فكنت اروح له مكتبه فيقعد يطلع نشأة ورق من جيوبه، ورق صغير كده من جيوبه، ويحطه وبعدين ايه يقول لك ايه يكلم مش عارف ايه وزير كذا، يقول له في واحد اسمه كذا عنده مشكله في كذا حلها له والنبي، هبعته لك امتى؟ دلوقتي طيب بكره طب مش عارف ايه طب فلان عايز يتعالج طب فلان عايز مش عارف ايه. فبقول له مره انت الناس دي تعرفها منين؟ قال له لا انا طالع المكتب بدوني الورق، فانا قبل ما اشتغل بعمل الحاجات دي يعني دي صدقه وقتي انه انا يعني واخد. ففي حاجات عنده انسانيات لا كتير، فهو انسانيا لم يكتشف يعني في كذا لقطه كده متاخده عنه يعني يعني ظلمه شويه. طيب اديني عمرو اديب مثلا عشان اللي حصل بينه وبين جمال مبارك مثلا بين علاء علاء انت حاطه هنا ليه اصلا؟ ايه؟ حاطه ليه هنا في الكتاب؟ عمرو؟ لا بص هقول لك على حاجه، هو عمرو فصل مهم جدا من فصول التركه الملعونه في الاعلام المصري تماما يعني بص هو يمثل حاله طبعا معظمها سيء يعني بلا شك يعني مش كلمني بمعايير الشهره وانه هو نجم التوك شو و الى اخره، لكن انا بقول لك مثلا انا احيانا اقعد مع انا ما اطلعش من عنده بمعلومه مثلا بفكره براي حاله من الاداء الاراجوزي طول الوقت وهو موجود. ولذلك مثلا هو داخل يعني انا لو مكانه وجي علاء مبارك عمل معاه كده هسكت الم نفسي اسكت يعني. ليه الم نفسي ليه ايه على راسك بطحه؟ على راسه بطحه ايه؟ هو نفسه بطحه مش على راسه، هو نفسه بطحه. انت بتضحكني. لا والله لا يعني هو الراجل بص لما مثلا انت بتيجي انا مثلا في موقفي من الاخوان مفيش حد على الارض يقدر يجيب لي كلمه قلتها حلوه في حق الاخوان طول تاريخي كويس، فمش هطلع ولا كلمه حلوه قلتها مثلا ايام مبارك في مبارك ويجي الوقت انا بقول كلام عكسه. لكن انت ميكس كل حاجه والعكس اللي هو انت قلت وعملت وبتاع فاسكت بقى. طب منى شاذلي بص منى انا اعرف منى شخصيا كويس وبيننا وبين بعض يعني حديث يعني هو انت كل الناس اصحابك وكاتب عليهم يعني انا بكره ممكن تكتب علينا برضه صيغ عادي عادي مش هتزعل لا مش هزعل ايوه ما انا هقول لك على حاجه انا عامل منهج انا ما بدخلش في حياتهم الشخصيه او اسرارهم انا بتكلم عن ادائهم المهني يعني لو في حد جاب كلمه في الكتاب انه انا بتعرض لحياته الشخصيه او لا مش سكتنا لا 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 مزبوط. ما بشتغلش كده لكن مزبوط. انا بتكلم عن ادائه المهني هقول لك حاجه عادل حموده بيني وبينه يعني حبل سري مهني يعني يعني اشتغلت معاه 15 سنه
وفي الكتاب مثلا كاتب عنه كويس جدا وكاتب عنه وحش جدا. زي ما عملت مع سامي عبد العزيز. زي ما عملت مع سامي عبد العزيز مثلا. هو سامي عبد العزيز راجل ممكن يعني. حد يقول لك انت بتنقلب على الاساتذه بتوعك. ما بنقلبش يا عمي. انا بنقلب ايه؟ ما هو عادل حموده انت. انا بنقلب ايه؟ انت انا راجل طول الوقت بص اتماهى مع قواعد الله في الارض. يعني إيه؟ مع قواعد الله في الارض. هو الراجل قال له يعني ايه وربنا كل يوم له في شان. قال له ايوه ارفع اقوام واضع اخرين. يعني انت ابراهيم عيسى النهارده لا مش كده يعني. انا بقول اهو انا راجل لا منتمي لشخص واحد فهو انا بداري عيوبه وبشوف حسناته بس او العكس. لا تقف اسيرا امام شخص. لا 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 انا مش اسير لحد. وبعدين انا زي ما بقول لك انا محافظ على فكره ان انا لا هقول لك حاجه. طب انا اعرف حاجات كتيره جدا. اعرف حاجات كتيره جدا وهم استخدموها ضد بعض. يعني عبد الله كمال الله يرحمه استخدم حاجات شخصيه ضد عادل حمودي. وعبد الله كمال الله يرحمه استخدم حاجات شخصيه ضد ابراهيم عيسى. حاجات شخصيه سخيفه ضد ابراهيم عيسى مثلا. يعني في كل واحد ليه مذهب وليه طريقه. لما انت بتيجي تتكلم عن ادائهم المهني اللي هو انا شايف انه اضر بالبلد. انت انا شايف ان المنتج النهائي بتاعه. وانا هقول لك على حاجه اللي هو انت لما بتيجي تتكلم بقول لك يا جماعه انا عشان بس هشام قاسم تبرد يعني. انه انا لما حطيت صورتي انا بقول يا جماعه انا جزء من التركه دي. وكنت مصالح مع نفسك وانت حاطط نفسك. لا وقايل انا عندي مشاكل. قايل حاجات. وبعدين لما حد مره وانا بكتب الحلقات دي لان بعض جزء من الكتاب كان حلقات فواحد كتب على الفيسبوك قال لي طب انت بقى في حد هيجي يكتب عن خطاياك ومشاكلك. قلت له ليه ويكتب نفسه ليه؟ اكتب انا. اكتب انا. مش من نوع اللي هو فكره ايه؟ ان احنا عندنا مهنه احنا بنمتلك ناصيه الكلام وناصيه الكتابه. فتلاقي انه قاعدين بنتكلم عن كل المهن ومحدش يتكلم علينا. فدي مواجهه ذات. والتجارب اللي قبل كده يعني التجارب اللي قبل كده سيئه في الكتاب. يعني مثلا هيك لما كتب عن مصطفى امين سففه التراب ولفع له يعني او جزء من تسبب بشكل مباشر او باخر. طب اخر حاجه عندك ناصر الدين النشاشيبي حتى. يعني ناصر الدين النشاشيبي كتب كتابا فاضحا للاعلاميين المصريين اللي هو اسمه حضرات الزملاء المحترمين. كويس. ففي مناهج. انا ما بجيش اتعرض لشخص. انت عارف وانا بحكي حكايه شيخ الازهر واحنا وعادل حمود انا قلت يعني انا قلت عندما فتحت ملفات شيخ الازهر بكذا كنت اضغط عليه حتى يسحب القضيه ولم يكن هذا لمصلحه الحقيقه. انا عملت ده. ايوه انا عملت ده. سعد زغلول كده يا فندم. انا عملت ده. انا مش ملايكه.